هذا كان واقع الحال لفلسطين. وفي المقابل إسرائيل بدأت تتحول إلى موجود طبيعي معترف به، يروج له من قبل الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية والفضائيات العربية. إسرائيل في نظر العالم والمجتمع الدولي هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقتنا. هون كانت إسرائيل وهون كانت فلسطين عشية 27/2023 للميلاد. اليوم نحن في الشهر الثامن لهذه المعركة. اليوم بفعل الصمود والمقاومة والتضحيات الجسام للنساء والأطفال والمقاومين والمجاهدين، هذا الواقع ما يرتبط بفلسطين وقضية فلسطين وما يرتبط بالعدو وموقع العدو تغير بنسبة كبيرة جدا. فلسطين اليوم هي القضية الأولى في العالم. اسم فلسطين على كل والفلسطينيين والشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين ونساء فلسطين، واسم غزة على كل شفة ولسان في كل أنحاء العالم. حقانية الشعب الفلسطيني، مظلومية الشعب الفلسطيني اليوم يتحدث بها كل العالم. في الأمم المتحدة وبرغم من الأكاذيب والأضاليل الإسرائيلية والأمريكية حول ما جرى في 27 وادعاءات القتل وذبح الأطفال واغتصاب النساء التي بان زيفها، في الأمم المتحدة أكثر من 140 دولة تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الحرب. في الأمم المتحدة أكثر من 140 دولة تطالب بإعطاء عضوية كاملة لفلسطين ودولة فلسطين ومن يمثل فلسطين، ويرفضها 9 دول، أمريكا وبعض هذه الدول لا يسمع أحد باسمها. يعني لما سمعنا الأسماء مع احترامنا لمواطنيها، يعني أصلا ما بنعرف هاي الدول مين هي وين هي، يبقى تروح تفتش. التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الطلابية في عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا وأستراليا التي تحمل علم فلسطين واسم فلسطين وتتضامن مع شعب فلسطين، هذا المشهد هو من صنع 27 وما بعد 27 إلى اليوم، من صنع هذه المعركة، هذا الصمود، هذه البطولات. هذه التظاهرات أغضبت نتنياهو، صارت معاداة للسامية وتحضر للمحرقة. أغضبت ترامب والإدارة الأمريكية، هذا بنرجع له بعد شوي. هذا التصويت في الأمم المتحدة قبل أيام أخرج مندوب إسرائيل عن طوره وعن أعصابه. شوفوا ما هو المشهد، ببين من المنتصر ومن المهزوم. لما بيطلع مندوب العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة بيجيب التلافي وبيقعد بيتلف، قيل أنه كان عم يتلف هذا ميثاق الأمم المتحدة. ووجه الإهانة، هذا أحد أشكال العلو والاستكبار والاستعلاء والعتو الإسرائيلي، قاعد يهين الدول اللي هي حرة في تصويتها. هذا طبعا بيعبر عن شو؟ عن نظرة إسرائيل للأمم المتحدة وللقرارات الدولية. هي خليها بعدين مع جماعة لبنان بنحكي ب25 أيار اللي عم بيراهنوا على المجتمع الدولي ليساعد بتطبيق القرارات الدولية. أرد عليهم، خلي يشوفوا منظر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة كيف عم يتلف ميثاق الأمم المتحدة. شو 17/01 و15/59 ما حكي فاضي، يعني بيلحق بعضه. طيب، ووجه الإهانة للجميع، لكن برأيي أنا هلا كمحلل يعني كمراقب، أهم مشهد إعلامي سياسي يعبر عن صورة
الانتصار للمقاومة الفلسطينية عندما رفع مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة صورة القائد الكبير الشجاع الأستاذ أبو إبراهيم يحيى السنوار حفظه الله ونصره الله. لما رفع بدكم تعرفوا من المهزوم من المنتصر؟ شوفوا هذا المشهد، الغضب، الإحباط، اليأس في وجه مندوب الكيان الإسرائيلي في الأمم، وصورة السنوار المرتفعة أمام كل كاميرات العالم. هذا بيعبر عن المشهد. الحديث اليوم في العالم كله عن حق الفلسطينيين في دولة. 6/20/2023 كان العالم نسي، نسي فلسطين والشعب الفلسطيني فضلا عن دولة لفلسطين. اليوم العالم كله بيحكي عن دولة فلسطينية ودولة للفلسطينيين، وانه ما في حل بالمنطقة الا بإقامة الدولة الفلسطينية. هذا الموقف اليوم في العالم يرعب. اول شيء نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وحكومة العدو وكل الصهاينة، لان الصهاينة اجمعين يجمعون على رفض دولة فلسطينية، ويعتبرونها تهديدا وجوديا لكيانهم، وهذا ما كانوا لا يريدون ان يسمعوه اصلا. 27 طوفان الأقصى، صمود الفلسطينيين إلى اليوم أجبر العالم كله ليتحدث عن دولة فلسطينية، وأجبر الولايات المتحدة الأمريكية المنافقة والكاذبة أن تتحدث عن دولة فلسطينية، وأجبر العالم كله أن يعترف أنه لا يمكن نسيان فلسطين ولا تجاهل الشعب الفلسطيني ولا مسح الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وأن الحل الوحيد في المنطقة كما يقولون هم هو إقامة دولة لهذا الشعب، دولة حقيقية. هذا هو الانتصار الحقيقي، هذا انتصار كبير. طيب بالمقابل صورة إسرائيل في العالم اليوم، إسرائيل دولة ديمقراطية، دولة القانون، الدولة التي تحترم القانون الدولي وتراعي الضوابط و و و و و الدولة التي تريد أن تعيش بسلام مع جيرانها، الدولة المحبة للسلام. جاء طوفان الأقصى والأشهر الثمانية والصمود في الأشهر الثمانية ودماء الأطفال والنساء في غزة وفلسطين وجنوب لبنان وكل منطقة، لتقدم الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام العالم. إسرائيل قاتلة الأطفال، قاتلة النساء، إسرائيل المستكبرة على المجتمع الدولي، على القرارات الدولية، على القوانين الدولية، على القيم الإنسانية، على القيم الأخلاقية، على كل ما هو خير وصحيح وحسن في هذا العالم. هذه اليوم صورة إسرائيل في العالم، إسرائيل الكاذبة المنافقة المدعية القاتلة المجرمة المتوحشة. هذه النتيجة السياسية، على أن ننقل لأهداف العدو، هذه النتيجة السياسية الإعلامية استراتيجية ما كانت لتتحقق من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي والعلاقات الدولية وجهود الفلسطينيين ومعهم كل العرب لو كان العرب موجودين وكل الدول الإسلامية لو كانت مشاركة، ما كانت هذه النتائج التي تحدثت عنها قبل قليل لتتحقق بعشرات السنين، ما بدي أقول بمئات السنين، ولكن تحققت بفعل المقاومة والصمود والتضحيات والفداء.